ضمن مبادرة مجلس سوريا الديمقراطي يتم التحضير اليوم لإخراج الدفعة رقم 19 المتجهة إلى دير الزور وأريافها، والتي كان من المفترض أن يكون عدد العوائل فيها 69 عائلة وعدد الأشخاص 285 شخص. بعد استكمال إجراءات والموافقات الأمنية يتم التحضير اليوم لإخراج هذه الرحلة، لكن لأسباب فنية تتعلق بعدم قدوم السيارات التي سوف تحمل أغراض هذه العوائل سوف يتم إخراج هذه الرحلة بمن حضر من السيارات. في الأيام والأسابيع القادمة إن شاء الله مستمرون في إخراج كل من يرغب بالخروج من مخيم الهول ضمن مبادرة مجلس سوريا الديمقراطي.